شهر رمضان الكريم مدرسة لاقتناص الفرص والحذر من ضياعها، ففي رمضان فرص عديدة. جاءت الآيات الكريمات والأحاديث الشريفة لحث الصائم على اقتناصها لأجل أن يعتاد على ذلك. ففي رمضان فرصة ليلة القدر وفرصة القيام وختم القرآن وتفطير الفقراء، فيعلم المسلم أن الفرصة إذا فاتته فلا ترجع، فيهتم لها ويستعد، فيتربى المسلم على تتبع الفرص على مدار العام وفي كافة شؤون حياته. اللهم وفقنا لاغتنام فوائد هذا الشهر الكريم، ونعم علينا بها، والله يحفظكم ويحفظ غاليكم.